منافسة الأباتشي، قصة المروحية التركية الهجومية أتاك 2 والتي صنعها الأتراك بعد أن فرض عليهم الغرب عدة عقوبات ليثنيهم، والنتيجة ولادة شركة تركية أصبحت تضيق الخناق على الشركات الأمريكية والغربية في سوق المروحيات الهجومية. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. وفي لحظة شديدة الأهمية في تاريخ الصناعة العسكرية التركية، أجرت المروحية التركية الهجومية أتاك 2 أول تحليق لها في سنة 2023 لتصبح أحدث وافد إلى فئة المروحيات الهجومية الثقيلة التي تنتجها قلة من دول العالم وتقودها الأباتشي الأمريكية الشهيرة. ونشر حينها رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل ديمير مشاهد عبر تويتر تظهر التحليق الأول للمروحية المطورة من قبل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش. وبناء عليه، ما هي أهم خصائص المروحية التركية الهجومية أتاك 2؟ وما هي الدول التي اقتنت هذه المروحية الهجومية؟ وكيف تمكنت شركة توساش التركية من تصنيع هذا النوع من المروحيات الهجومية المتقدمة؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تعتبر مروحية أتاك 2 التركية الهجومية مشروعاً طموحاً ضمن الصناعات الدفاعية التركية التي تم تطويرها بواسطة شركة الصناعات الجوية التركية توساش بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية. وتم توقيع مشروع أتاك 2 في مطلع عام 2019، وبدأ العمل الرسمي في إبريل نيسان من نفس العام. وتتميز هذه المروحية بمحرك قوي تصل قوته إلى 2500 حصان، مما يسمح لها بالإقلاع بوزن يصل إلى 11.5 طن، كما يمكنها حمل حمولة تصل إلى 1.5 طن، مما يجعلها مروحية من الطراز الأول في فئتها. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أتاك 2 بمدفع 30 ملي وكاميرا للكشف والاستهداف باستخدام خوذة هانتر، بالإضافة إلى 6 قاذفات ذخيرة مختلفة بالتعاون مع شركة روكيتسان. وتحتوي المروحية أيضا على مجموعة حرب إلكترونية للحماية الذاتية، بما في ذلك مستشعرات التحذير من الصواريخ وجهاز تشويش الرادار اللاسلكي ومعدات أخرى متقدمة. ولقد تم عملية التصميم والتطوير بسرعة كبيرة، حيث تم تجميع الهيكل والتجميع النهائي للمروحية في غضون من 3 إلى 4 أشهر، وشارك في المشروع نحو 1000 إلى 1500 شخص، بما في ذلك فريق تصميم من حوالي 500 شخص متخصصين في مجالاتهم. كما تم تصميم وتصنيع العديد من الأنظمة الفرعية محلياً، بما في ذلك نظام الوقود وناقل الحركة والدوار وشفرات المروحية. ولعلمكم، عمل فريق توساش على مدار 24 ساعة وثلاث نوبات لتحقيق هذا الإنجاز، مما يعكس التفاني الكبير في العمل. وبهذا تصبح تركيا منافساً جدياً لمصنعي السلاح العالميين، خاصة روسيا وأمريكا. فعلى سبيل المثال، المروحية الهجومية الأمريكية أباتشي AH-64 تعتبر واحدة من أكثر المروحيات الهجومية تطوراً في العالم، وهي المنافس الأساسي لأتاك 2 التركية، حيث تتميز أباتشي بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ هيل فاير الموجهة بالليزر ومدفع 30 ملم، كما أنها مجهزة بأنظمة حماية متقدمة مثل نظام التحذير من الصواريخ ونظام التشويش الإلكتروني. ومن ناحية أخرى، المروحية الروسية K-52 تعتبر أيضا من المروحيات الهجومية المتقدمة، حيث تتميز K-52 بقدرتها على العمل في ظروف الطقس القاسية، خاصة في الثلوج، وهي مجهزة بأنظمة تسليح متقدمة تشمل صواريخ موجهة ومدفع 30 ملم،
كما أنها تحتوي على نظام حماية متكامل يشمل مستشعرات التحذير من الصواريخ وأنظمة التشويش. وبالمقارنة مع مشروع أتاك 2 التركي، يبدو أن الأتراك يهدفون في المقام الأول إلى تحقيق التوازن بين القدرات الهجومية المتقدمة والقدرة على العمل في ظروف متنوعة، حيث تتميز أتاك 2 بمحرك قوي يصل إلى 2500 حصان، مما يسمح لها بالإقلاع بوزن يصل إلى 11.5 طن، كما أنها مجهزة بمدفع 30 ملمترا كما ذكرنا، وكاميرا للكشف والاستهداف باستخدام خوذة هانتر، بالإضافة إلى 6 قاذفات ذخيرة مختلفة بالتعاون مع شركة روكيتسان الشهيرة التي تتخصص بالصواريخ. وتحتوي المروحية أيضا على مجموعة حرب إلكترونية للحماية الذاتية، بما في ذلك مستشعرات التحذير من الصواريخ وجهاز تشويش التردد اللاسلكي ومعدات أخرى متقدمة. وبشكل عام يمكن القول أن أتاك 2 تسعى إلى تحقيق مستوى عال من الأداء والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها منافسا قويا في السوق الدولية للمروحيات الهجومية. وما يزيد من صعود نجم هذه المروحية التركية أنها تمكنت مؤخرا من الإقلاع بمحرك تركي 100% والمسمى بمحرك TS-1400، والذي يلعب دورا مهما في تعزيز قدرات المروحية الهجومية أتاك 2. فعلى الرغم من أن مروحية أتاك 2 تعتمد على محركات قوية من نوع تيربو شافت من صنع أوكراني، إلا أن تطوير محرك محلي مثل TS-1400 يعزز من استقلالية تركيا في مجال الصناعات الدفاعية ويقلل من اعتمادها على الموردين الأجانب. وتطوير محرك TS-1400 يعكس التقدم التكنولوجي الذي تحققه تركيا في مجال صناعة المحركات، مما يمكنها من تحسين أداء الطائرات والمروحيات المحلية مثل أتاك 2، وهذا يعزز من قدرة تركيا على تلبية احتياجاتها الدفاعية بشكل مستقل، ويقلل من تأثير التوترات السياسية وكذلك العقوبات الخارجية على صناعتها الدفاعية، والأتراك يعرفون حقد الغرب عليه. ولفهم أهمية هذه الخطوة بالنسبة لصناعة الطائرات التركية ومجمل الصناعات العسكرية التركية، تجب ملاحظة أن تركيا قطعت أشواطا كبيرة في تطوير طائرات مقاتلة شبحية، وأنتجت طائرة مروحية، وغيرت طائراتها المسيرة من طراز بيرقدار 2B2 مسار الحرب في عدة حروب مثل حرب القوقاز وليبيا وسوريا وأوكرانيا، وأنتجت أول مقاتلة مسيرة شبحية في العالم على الأرجح، وهي المسيرة بيرقدار كازال ألما، والتي تخوض اختبارات طيران متقدمة، وتطور واحدة من أكثر دبابات العالم تطورا باعتراف الخبراء، كما تطور مسيرات تنطلق من السفن البرمائية متعددة المهام. ولكن كل ذلك يعوزه شيء واحد، وهو المحركات، إذ تظل نقطة المحرك واحدة من أهم الإشكاليات التي تواجه صناعة الطائرات التركية، وخاصة مشروع الطائرة التركية الشبحية من الجيل الخامس كان، وهي مشكلة تواجه الصناعات الدفاعية في أغلب الدول رغم الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها في هذا الشأن. ونجاحها في إنتاج محرك للمروحية كما سبقت الإشارة مهم، ويزود الإلحاح في مشكلات المحركات في ظل مخاوف من عدم تزويد أمريكا أنقرة بالمحركات اللازمة بعد شرائها لصواريخ S-400 الروسية قبل بضع سنوات. كما لا يخفى على المراقبين للشأن الدولي أن أمريكا تحاول إفساد صفقة تركية كبرى لباكستان عبر المحركات، والفلبين هي الزبون الخارجي الأبرز حاليا لمروحية أتاك، مع صفقات محتملة جاري التفاوض حولها مع دول مثل البرازيل، العراق وقطر وباكستان ونيجيريا. وكانت قد تسلمت القوات الجوية الفلبينية رسميا آخر طائرتي هيليكوبتر من طراز أتاك 129 التركية، مما يمثل اكتمال برنامج الشراء الذي يهدف إلى تعزيز القدرات القتالية الجوية للبلاد. ونظرا لأهمية الشركة المصنعة لأتاك 2، أصبحت هذه الشركة التي يعتبرها الأتراك مصدر فخر لهم محل حسد واستهداف من القوى المعارضة لتركيا، حيث تعرض مقر شركة صناعة الطيران والفضاء التركية توساش
في العاصمة التركية أنقرة لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين قبل بضعة أشهر، وأعلنت السلطات التركية تحييد المهاجمين وهما رجل وامرأة، فيما قال وزير الداخلية التركي علي بيرليكاي إن الأدلة الأولية تشير لوقوف حزب العمال الكردستاني خلف الهجوم الإرهابي في أنقرة. ولم تكشف أنقرة عن الدوافع وراء الهجوم، لكن استهداف شركة صناعات الدفاع والطيران والفضاء يحمل الكثير من الدلالات، كونها تعد من أكبر 50 شركة لصناعة الدفاع في العالم من حيث المبيعات. كما وقع الهجوم بالتزامن مع استضافة إسطنبول لمعرض صناعات الدفاع والفضاء، والذي يعد أحد أهم المعارض الدفاعية في المنطقة. وشركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش من أبرز شركات الدفاع والطيران في العالم، إذ تنتج مقاتلة كان التي تعد أول طائرة مقاتلة محلية الصنع من الجيل الخامس وفقا لما أورده الموقع الرسمي للشركة. وتم تأسيس شركة تركيش أيروسبيس تاي تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في 28 يونيو 1973 بهدف تقليل اعتماد تركيا على الدول الأجنبية في التسليح، بعد أن فرضت أمريكا وحلفائها عقوبات على تركيا ومنعوا تصدير عدة أسلحة لها على خلفية أزمة قبرص، حيث تدخلت حينها تركيا لحماية القبارسة الأتراك المسلمي من هجوم القبارسة من أصول يونانية المسيحيين. لذلك كانت تعويل تركيا على نفسها أمرا ضروريا لتأمين مصالحها وتحقيق سيادتها، والنتيجة اليوم بارزة أمامكم. ولعلمكم، بعد أزمة القبارسة الأتراك توجهت تركيا نحو استخدام طائرات F-16 لتلبية احتياجات القوات الجوية التركية، وأسست تي آي شركة توساش في عام 1984 كمشروع مشترك بين تركيا والولايات المتحدة لمدة 25 عاما بهدف تصنيع طائرات F-16 ودمج الأنظمة التكنولوجية في هذه المقاتلات وإجراء اختبارات طيارة. وقبل نهاية الفترة المحددة للمشروع تمت إعادة هيكلة شركة تي آي من خلال استحواذ مساهمين أتراك على الأسهم الأجنبية للشركة في عام 2005، وبموجب ذلك تم دمج تي آي وتوساش تحت شركة تركيش أيروسبيس ENC بهدف توسيع أنشطتها، وأصبحت مركزاً لتطوير وتحديث وتصنيع وتكامل الأنظمة ودعم دورة حياة أنظمة صناعة الطيران والفضاء. وبهذا قطعت تركيا مع عقود من الذل وتبعيتها في شراء الأسلحة من الغرب. بالتالي مشروع أتاك 2 له تأثير كبير على صناعة الدفاع التركية. أولاً، يعزز المشروع القدرات المحلية في تصميم وتصنيع الأنظمة الدفاعية المتقدمة، مما يقلل من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وبالتالي يقلص من الواردات، وهذا يعزز استقلالية تركيا في مجال الدفاع ويزيد من القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية محلية. ثانيا، يساهم المشروع في تطوير الكفاءات والمهارات المحلية من خلال إشراك عدد كبير من المهندسين والفنيين في عملية التصميم والتصنيع، وهذا يعزز من قاعدة المعرفة والخبرة في الصناعات الدفاعية التركية ويقلص من البطالة، مما يمكنها من تنفيذ مشاريع مستقبلية أكثر تعقيدا. ثالثا، يعزز المشروع من مكانة تركيا على الساحة الدولية كمصدر موثوق للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، هذا ويمكن أن يفتح أبوابا جديدة للتعاون الدولي وصفقات التصدير، مما يعزز الاقتصاد التركي ويزيد من الصادرات. أخيرا، يعزز المشروع من قدرة تركيا على الدفاع عن نفسها بشكل مستقل وفعال، مما يزيد من قوة الردع ويعزز الأمن الوطني. ويمكن قراءة المزيد من تأثير هذا المشروع على المدى القصير والمتوسط والبعيد على المنظومة التكنولوجية الدفاعية في تركيا وحلفائها، ولكن بسبب ضيق وقت الحلقة لا يمكن أن أتوسع أكثر. فإذا أردتم أن أقدم لكم حلقة جديدة تتعلق بتأثير النفوذ التركي على حلفائها وتطوير منظوماتها الدفاعية ومساعدتها على الحصول على تكنولوجيا وحتى توطينها، فقد اكتبوا لي في التعليقات وأنا سوف أستجيب لكم.
وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول، وشكر خاص لكل من وصل إلى هذه المرحلة من هذه الحلقة. كان معكم حمدي القروي، أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في برنامجكم عرب شو بلس.